24 ساعة بنعيشهم كل يوم، كلنا بنمتلك نفس ال 24 ساعة. زمان كنا بنقول إن الوقت فيه بركة وإننا بنلحق نعمل حاجات كتير قوي في اليوم، وهما برضو نفس ال 24 ساعة اللي بنعيشهم دلوقتي. طب إيه اللي حصل؟ بنحس إن إحنا أول ما نقوم من النوم الصبح بنلاقي الوقت جري، هوب الظهر، العصر، المغرب، العشاء، اليوم انتهى. طب إيه اللي حصل؟ هل زمان الناس كان عندهم وقت زيادة وكان في عدد ساعات، ولا زي ما احنا بنقول فعلا انه البركه قلت من اليوم؟ مش هقول لكم ومش هكلمكم عن المقوله الشهيره اللي بتقول الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. احنا ممكن ما نعتبرهوش خالص ان هو سيف، احنا ممكن احنا اللي نقطعه. ازاي؟ ان احنا نعيش كل لحظه زي ما احنا بنحب. مش مهم تكون بتقضي اللحظات بتاعتك ازاي، المهم انك تستفيد منها، وهي دي التقضيه الحقيقيه اللي ممكن فعلا تحس فيها بقيمه الوقت. هنعرف نستفيد بوقتنا في ظل التكنولوجيا اللي بتسرق كل حاجة، حتى بتسرق عمرنا. هنعرف كمان إزاي ممكن نقدر نرسم كل لحظة وكل دقيقة بتعدي علينا في خيالنا بذكرى حلوة. تفاصيل كتير هنعرفها عن الموضوع ده وكيفية الاستفادة من الوقت تحديدا في فصل الصيف، وخصوصا مع الأطفال اللي يمكن يكونوا عايزين يعملوا مليون حاجة في الدقيقة الواحدة، وللأسف ساعات كتير ما بيعرفوش يعملوا أي حاجة. تفاصيل كتير هنعرفها من ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور أيمن أبو فتوح، الباحث في العلوم الشرعية والإنسانية. أهلا بك يا دكتور. أنا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. يعني إحنا دلوقتي الكلام مناسب للوقت، إحنا في الأجازة، كتير من الناس عندها مشكلة تنظيم الوقت، في واحد ما يعرفش إيه قيمة الوقت ولا إيه هي أهمية الوقت بالنسبة له. الشخص ده اللي بيضيع وقته نقدر نقول له إيه؟ إيه هو الوقت بالنسبة لحضرتك كشخص متخصص او مهتم بالعلوم الانسانيه، وبالنسبه لشخص بيقدم نصيحه لواحد ما يعرفش قيمه الوقت ولا ايه هو الوقت؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا في البدايه القضيه الاساسيه احنا عندنا في اكتر من محور، عندنا احنا كبشر كانسان عندنا بعض المحاور الاساسيه محتاجين ان احنا نتعرف عليها. المحور الاول هو محور المفاهيم، دي القضيه الاولى في حياتنا. عشان كده احنا ما ناخدش بالنا ان ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه علمها لسيدنا ادم وعلم ادم الاسماء كلها. ليه الاسماء؟ لان الاسم بيحتاج لمعنى وبيحتاج معاه لمفهوم، التلاته مع بعض بيوصلوا لي الصوره ذهنيه. فانا لما اقول لحد يعني ايه وقت، الاقي هنا بيبدا كل واحد يعرف بطريقته. هل الوقت كالسيف؟ ولا الوقت بالنسبه لي عدو؟ ولا الوقت بالنسبه لي عبد؟ ولا الوقت ممكن اتحكم فيه ولا ما اقدرش؟ ايه اللي فيها؟ نفس الكلام، ايه معنى خصائص الوقت؟ ايه هي طبيعه الوقت؟ أسئلة كثيرة جدا، كل الأسئلة دي بتوصلني لحاجة اسمها مفهوم الوقت. يعني إيه وقت؟ الوقت قالوا عنه إن هو عمر الإنسان، لأن دقات قلب الإنسان دائما بتقول له إن العمر اللي بالنسبة لك دقائق وثواني. كلنا عارفين إن طبيعة الوقت بتقول إن أنا عندي 24 ساعة، عندي 1440 دقيقة، عندي 162 ساعة على مدار الأسبوع، عندي كذا و50 أسبوع على مدار السنة، إلى آخره. كل ده إحصائيات سهلة جدا الحصول عليها. الفكرة الأساسية إيه معنى الوقت بالنسبة لي؟ قالوا ان هو ممكن نعرفه تعريف بسيط، ان هو الوقت اللي بنجز فيه شيء معين. لكن هل المعنى ده كافي؟ هل المعنى ده يتناسب مع الآية الكريمة والفجر والآية الكريمة والليل والشمس والضحى؟ هل المعنى ده بس يكون بسببه في قسم في القرآن الكريم ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالوقت؟ فده كله بيحتاج مني ان انا افهم اكثر معنى الوقت، واعرف ان هو ملك لي، واعرف ان هو عمري. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيعلمنا معنى جميل جدا، يقول إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعني كل جزء من أجزاء العمر بيجي ياخد جزء منك ويمشي، بياخد جزء منك من أول النفس، مش بس ثانية أو دقيقة، وكل ده بيتسجل عليك ويتقفل. فإزاي أعيش؟ زي ما حضرتك تفضلت في البداية، مسألة إن أنا ممكن أعيش كل لحظة في عمري بالشكل اللي أنا بحبه. في مقولة جميلة جدا هي كلمتين اتنين، للأسف الشديد أغلبنا مش فاهم معناها أو ما يعرفهاش أو عرفها بمعنى سلبي، اسمها عيش اللحظة. ما تحاولش إن أنت تعيش بطريقة مش بتاعتك، بطريقة الإنسان اللي بيحجل بيخرج من الحياة بتاعته عايز يوصل لمرحلة تانية بدون استعداد، بدون فهم، بدون تخطيط، فيقف في النص، لا هو حصل نفسه فيه ولا فضل على حاله اللي كان عليه. ده بمعنى إيه؟ بمعنى الإنسان محتاج إن هو يوسع مجال إدراك عنده شوية. يعني يا ريت يقبل على الشيء، مش كل اللي عرفته سليم 100% ومش كله غلط، بس محتاج حاجتين مهمين جدا. رقم واحد، انا لما اوصل لسن البلوغ مثلا، او سن ان انا بقى انسان عندي عقل وعندي مثلا في جامعه، خلصت الجامعه بتاعتي، انسان شغال، انتقلت لحياه تانية زي حياه الزواج او غيره، في الحاله زي كده انا محتاج افهم جزئيه مهمه جدا، وهي ازاي انقي كل الشوائب او السلبيات في حياتي القديمه. لما مساله المراجعه،
ودي بيقولوها دايما اسمها المراقبه. رقم اثنين، ازاي انتقل لجزئيه ثانيه عامل فلتره. مش كل شيء يجي لي اقبله، مش كل تكنولوجيا تجي لي اقبلها، مش كل حاجه تيجي استخدم الواتس استخدمه، استخدم الانترنت استخدمه، استخدم الفيس استخدمه. ازاي يكون ما يكونش عندي رؤيه، ما يكونش عندي هدف. وبالتالي هنا بمفهوم الوقت اعرف يعني ايه اداره الوقت، يعني ايه تنظيم الوقت. فانا عرفت ان الوقت هو حياتي، عرفت ان الوقت هو الحياه، عرفت ان هو بيشتغل معايا، عرفت ان هو ما بيرجعش تاني، عرفت ان هو دايما بيمشي للامام ما بيرجعش للخلف، عرفت ان هو محدد جدا جدا وبدقه شديده، ممكن احسبه بالثانيه بالفينتو ثانيه. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان هي فرصتي، يغتنم يذهب مني. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا المعنى، اغتنم خمسا قبل خمس، وعلمها لنا كلها. اغتنم الشباب قبل التقدم في السن اللي هو الهرم، واغتنم الصحة قبل ما يجيلي السقم أو التعب، واغتنم الفراغ قبل ما يجيلي الشغل، واغتنم الحياة قبل أن يجيلي الموت، واغتنم الغنى قبل أن يأتي لي الفقر. معنى كلام ده إيه؟ معنى كلام ده معنى عميق جدا ومفهوم جدا وراقي قوي قوي، ويا ريت السادة المشاهدين يدركوه. أن الإنسان أغيار. يعني إيه أغيار؟ يعني الصبح بحال وتاني يوم حال. إحنا كشباب بنسميه المود، بنسميه دايما أحواله بتتغير. ليه بتتغير؟ لأن دي طبيعته. طبيعته إن هو بيعمل إيه؟ مش مدرك ان هو كجسد عنده مستقبلات، بيشوف بيسمع بكذا بكذا، بيستقبل الحاجه دي. لو كان بوعي فاهم مركز هيعرف يفلتر. في دراسه قريتها عجبتني قوي، قالت لك يا دكتور انه الانسان بيقضي وقت كبير جدا وهو نايم، وقت اصغر شويه وهو بياكل وبيشرب، ووقت اقل شويه وهو في المواصلات، وقت اقل بشويه بشويه وهو رايح الشغل او اثناء عدد ساعات الشغل، وقت تاني برضو بيبقى بيتواصل مع الاخرين، وقت صغير للاسف جدا في عباده ربنا سبحانه وتعالى. دوروا كده، ايه الوقت اللي الانسان بيقعد فيه مع نفسه؟ ايه الوقت اللي بيدي لنفسه فرصه ان هو يتامل؟ هل كل واحد فينا بيدي لنفسه حتى من 10 ل 15 دقيقه بس ان هو ياخد نفس عميق ويقعد يتامل، حتى لو في لوحه او في منظر طبيعي قدامه او حتى في خياله في ذكرى؟ فلقوا ان عمر الانسان ضايع من غير متعه، فدوروا على المتعه الحقيقيه اللي بتخلي الانسان يبقى عنده نوع من انواع الراحه، والعمر لحظه او فكره بتعدي في خياله ويتخيل ان هو عاشها في يوم من الايام. المعنى عميق قوي، ولكن كيفيه تطبيقه، احنا لازم ننام ولازم ناكل ونشرب ولازم نروح الشغل ولازم نركب مواصلات، ولكن ازاي نهيئ ده ونخليه كله بمقدار فيه توازن وفيه متعه في نفس الوقت وما نضيعش فيه لحظه؟ في حاجات يعني طبعا لو قلتها هتبقى طويله جدا جدا عليكم وعلى الساده المشاهدين، لكن احنا ممكن نقول اول خمس حاجات فيها. دي محاور اساسيه. رقم واحد الكون. هنصلح تاني موضوع المفاهيم. ايه علاقتي بالكون؟ هل انا عارف ان الكون ده ممكن اتواصل معاه ولا ما اعرفش الكلام ده؟ رقم اثنين، ايه علاقتي بجسمي؟ انا عارف المكونات الاساسيه اللي فيه، عارف ان في جسد، عارف ان في نفس، عارف ان في روح، عارف ان في قلب، عارف ان في احساس، في انفعالات، في ردود افعال، في افعال بتصدر مني، في تفكير، في ذاكره، في عارف الكلام ده ولا لا؟ هل انا عارف ان انا ممكن اخليهم يتواصلوا مع بعض بشكل ايجابي جدا ورائع، ان يكون في انسجام؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا عن سيدنا داوود ان الجبال تؤوب وتسبح مع سيدنا داوود. ليه؟ في توافق، في تواصل. الجزئيه الاساسيه عندنا اللي هو ما فيش تواصل لان مفتقدين لحاجتين تانيين، العلم والطاعه. العلم، انا بدون علم عن الكون وبدون علم عن نفسي بيحصل فيه تضارب، وبدون توفيق من الله سبحانه وتعالى ان انا بقبلش على الطاعه، بالتالي في تنافر بيني وبين الحاجات. عشان كده اقول ان انا مش قادر استقر نفسيا، حاسس باضطراب. لكن في رمضان مثلا بحس بارتياح، في اوقات الصلاه بحس بارتياح. في ملاحظه عجيبه جدا، قالوا ازاي المسلمين لما بيقفوا صف مع بعض في الصلاه بيحصل فيه توافق، وازاي لما يكون في المواصلات بيحصل فيه تنافر مع ان العدد ممكن يكون اكبر في الصلاه؟ قالوا ان في لحظه العلم مع الطاعه مع هذا التوافق بيبقى فيه طاقه ايجابيه وبيبقى فيه راحه نفسيه، بيحصل فيه تواصل. انا لو عرفت دول كلهم اقدر ان استمر ازاي؟ اعرف هو القدر المطلوب في النوم ايه؟ عدد ساعات نوم ولا طبيعه النوم؟ طبيعه النوم قالوا النوم له انواع كثيره جدا، اهمها وافضلها النوم العميق. النوم العميق يعني ايه؟ يعني ما عنديش ولا ملف في الذاكره مفتوح قبل ان انام. ده صعب قوي ان حد يوصل له، كلنا بنعاني من الارق. اسهل ما يكون. ازاي بقى؟ ان الانسان بمنتهى البساطه يعمل حضرتك قلت عليه موضوع اللي هو التفريغ الذهني. تفريغ ذهني بيجي ان هو بيقعد في اي مكان، اي مكان ايا كان، ولمده دقيقه واحده او دقيقتين او ثلاثه. يبدا هو يركز نظره على مكان معين،
بحيث يكون مستوى النظر ما بين الحاجبين وفوق بحوالي سنتي. وبعدين إما أنه يغمض عينيه أو يفضل مثبت النظر. ويثبت النظر فترة طويلة، ممكن تاخد معاه نص دقيقة مثلا، وبعدين بعد كده بيبدأ يلاحظ التنفس. لما يدخل التنفس اللي هو الأكسجين مع الشهيق بيركز أو بيثبت النظر أنه هو بيدخل بس بيعد. والأفضل يعد بالذكر، أي ذكر، بس يركز قوي في العدد. يعني لو قلت الله هركز كده الله، بركز قوي، هي الصورة قدامي مرسومة بشكل جميل. هنا أنا بخرج من حيز الذهن وبدخل في حيز تاني تخيلي، علمه لي القرآن الكريم أن أنا بتخيل أصلا الجنة اللي فيها أنهار وفيها كذا وفيها كذا. ده بيعمل إيه؟ تفريغ. الهواء اللي دخل ده هو أكسجين، بفضل أسحب بهذا التنفس لغاية ما يوصل لأعلى درجة من الامتلاء، وأنا بتخيل أن أنا بعيش هذه الحالة. بعيش إيه؟ فاذكروني أذكركم. يعني أنا بذكر مع مين؟ مع الله. هذا التفريغ مع التركيز عليه بيعمل إعادة ضبط، زي إعادة ضبط المصنع بالضبط بالموضوع مثلا التكنولوجيا. هنا ده تفريغ. لو اتكرر قبل النوم الشيطان مش هيسيبني أن أنا أذكر، هلا نفسي نمت وهقوم مرتاح جدا جدا، لأنه وأنا بنام كنت مفرغ ذهني تماما. الجزئية التانية مهمة أوي أوي، أن أنا أعمل النوم العميق. ده رقم واحد أنا بقدر أقوم بيها. رقم اثنين، أنا ممكن وأنا في الحياة أنا بتعامل بأنهي رتم؟ السرعة الشديدة ولا الهدوء الشديد ولا مبالاة ولا الوسطية؟ لو احنا ادينا مثال سريع زي موضوع السيارة، السيارة الجديدة وسيارة جديدة الاثنين طالعين من المصنع بنفس الكفاءة، ده بيشتغل على سرعة 280 كيلو وده على سرعة 100 كيلو، بعد سنة أو اثنين ده حاله إيه وده حاله إيه كسيارة؟ وده نفس الإنسان، كل حاجة على عصابي، مفيش كنترول، مفيش فلترة، كل الناس ضدي، كل الناس بيكرهوني، كل الناس بيتأمروا معايا أو بيتأمروا عليا بمعنى أدق، كل كذا كذا، كل ده بيخلي عندي ضغط نفسي. ضغط نفسي ده جاي لي من جوه ولا من بره؟ من جوه مش من بره. يعني أنا اللي بعمله. لكن ممكن لما هو يبص لي بصة مش كويسة أنا أرد عليه رد طبيعي. زي سيدنا عمر بن عبد العزيز لما دخل وداس على رجل الراجل اللي نايم، وبعدين الراجل بدأ إن هو ينفعل ويقول له هل أنت أعمى؟ قال له لا، انتهى الأمر. ضبط ده، ضبط السلوك، ضبط الانفعال، ده سهل جدا اعمله لو انا بدات افكر في فهم مفاهيم جديده. النتيجه بتقول ان كده بادي يوم بشكل طيب. وقت النوم هعرف انام. كمان موضوع الاهداف، كل ده ازاي استثمر الوقت. انا كده بعرف كده بدات ادير ايه؟ ادير الوقت ولا ادير ذاتي؟ وهو ده المعنى الحقيقي الدقيق جدا لكل المتخصصين في العلوم الانسانيه فيما يتعلق بضبط او اداره الوقت، انه اداره للذات مش اداره للوقت. هو 24 ساعة خليه كام؟ 25 مش هقدر، أقل مش هقدر، يبقى أنا مش هدير الوقت، أنا هدير ذاتي علشان أدير الأنشطة بتاعتي داخل الوقت. وده بعلمه حتى الأبناء الصغيرين. حكي لما اتكلمت على الأطفال واللي هو عايز إن هو يوصل لمرحلة من مراحل الذكاء العالية يعمل أكتر من شيء في وقت واحد، أنا هنا بديله إن في حاجة اسمها إتقان، وفي حاجة اسمها أعمل العمل الصحيح، وفي حاجة أعمله في الوقت المناسب والوقت الصحيح، وأبدأ أديله المفاهيم دي بشكل لطيف جدا. قول ان ده مش وقت اللعب، ده وقت الاكل. فبقلمه ان في وقت الكذا وفي وقت الكذا، هنا بدا يفهم معايا. نفس الكلام ده مش كلام نظري. الكلام النظري لما اقول كلام ملوش علاقه بالواقع. صحيح. كلام الواقع بيقول ان انا كانسان هل انا استطيع ادير ذاتي؟ هل فعلا لو نظرنا لده في نفس الوقت فعليا انا كشخص عايز نصيحه في تنظيم وقتي، عايز اعرف ازاي استفيد من اليوم مثلا بشكل كامل، انا شايف انه إمكانية تطبيق ده بالنسبة لي هتبقى محتاجة مدة طويلة، وقت طويل، وهتبقى صعب إن أنا أستفيد منها في فترة الأجازة دي مثلا. بالعكس ده سريع جدا، ممكن أحرك نقاط سريعة. هي يعني طبعا كلها يعني نقاط كثيرة جدا جدا ومرتبة ومنظمة على بعضيها، بس إحنا مش عايزين يعني نتعب السادة المشاهدين في متابعتها. ممكن منتهى البساطة لو خدنا إطار يعني مع الشباب اللي هو في ثانوي اللي هو في جامعة اللي هو يقدر عنده قدرة إنه يتحكم شوية في النفس، ممكن نقول له رقم واحد راقب الوقت. المراقبة. طبعا المراقبة دي كبيرة جدا ممكن نتكلم فيها أكتر من ساعة أو ساعتين، لكن بمنتهى البساطة المراقبة وقتي بيعمل فيه إيه؟ ممكن أجيب ورقة وأبدأ أدون إيه اللي بيحصل معايا؟ أنا من كذا لكذا عملت كذا، ومن كذا لكذا عملت كذا، بس بعمل مربع كده وفي ثلاث عمود مثلا، وأقول بداية الوقت الفلاني انتهى في الوقت الفلاني عملت كذا. على مدار اليوم هكتشف حاجة عجيبة جدا إن الوقت مر إزاي؟ هنا بيعمل إيه؟ بيعمل نوع من أنواع الانتباه للمخ. يعني المخ بيستقبل وبيدخل في ذاكره جسديه، فبيستقبل الحاجات دي ويدخلها جوه عندي ومفيش فيها مشكله، لكن انا نبهته انا هدون اللي بيعمله ودونت اللي انت عملته، فيبدا ينتبه.
لما بينتبه يدخل على رقم 2. طب ايه التخطيط الجيد ان انا بعد كده اعمل عمل طيب؟ تيجي نشوف ازاي يا فندم بعد ما نطلع لفاصل ونرجع مره تانيه، ولو عايزين تعرفوا فعلا ازاي نعمل تخطيط جيد يقدر يخلينا فعلا نستفيد من كل لحظه بنعيشها، رجعوا لنا مره تانيه بعد الفاصل. مكملين معاكم لقائنا مشاهدينا، ومعانا دكتور أيمن أبو الفتوح الباحث في العلوم الشرعية والإنسانية. دكتور، كنا بنتكلم معاك قبل الفاصل عن نقطة التخطيط للوقت، إزاي احنا نقدر نخطط للوقت بحيث ان احنا نقدر نحقق أحسن استفادة منه أو أفضل استفادة من الوقت اللي في إيدينا. هو بالفعل زي ما قلنا هي تيجي رقم 2 بعد الاستفزاز اللي بيعمله للمخ. الاستفزاز بقول له أنا هسجل عليك كل حركاتك وسجل على الجسم. بعد هذا التسجيل ده ما بيخلص اليوم بحس ان في وقت كتير جدا تم هدره، بيبدا ان هو يحصل حاله من حالات الصراع الداخلي. فانا بطمن نفسي ان انا هستطيع ان شاء الله ان يكون عندي اداره جيده لانشطه الوقت، اداره جيده لذاتي، ابدا ادي نوع من انواع التفاؤل، وده مطلوب مني كمطلب في الحياه. تفاءلوا بالخير تجدوه، هذه مقوله رغم كده ان هي مقوله صحيحه ثبتت واثبتت التجارب ان هي فعلا صحيحه 100%. انا لو بدات انظر ان فعلا ان شاء الله استطيع. عشان كده سيدنا موسى لما كان بيكلم سيدنا الخضر قال له ستجدوني ان شاء الله صابرا، رغم ان هو قال له انك لن تستطيع معي صبرا. فاداله صوره على الطبيعي اللي في الحياه. هو سيدنا موسى خدنا لجزئيتين، اول حاجه قدم المشيئه، ثاني حاجه ادانا التفاؤل الايجابي ان شاء الله صابرا. طيب والحياه الجديده لا، ولا اعصي لك امرا. هنا في نوع من انواع التفاؤل. انا لو خدت المراجعه دي وبدات في التفاؤل هعمل تخطيط. مشكله التخطيط في الحياه ان هو في نوع من انواع الاكاديميه او الريتم او الروتين او اللي انا بقول بكده محبكه زياده عن اللزوم. يعني بمشي بالثانيه وده غير واقعي. الواقعي ان انا بنظم وقتي. ايه الحاجات اللي هي لازم اعملها يوميا؟ لازم اكل، لازم اشرب، لازم انام، لازم كذا، يبقى دي اسمها عادات واحطها في بند العادات. كل المطلوب ان انا ما اخليهاش تعدي الاطار المطلوب. يعني لو 8 ساعات نوم خلاص يبقى 8. ما زودش بقى بالتسويف يبقوا كذا يبقوا كذا، لا خلاص. لو انا انام الساعه 10 يبقى 10. ولو في حاجه طريقه ممكن بلطف ممكن بظرف ان انا انهي القضيه بسرعه وارجع لميعاد نوم. الفكره هنا فكره حسم وحزم في التخطيط مع المرونه. ايه المرونه؟ اللي ما اتعملش دلوقتي ممكن اعمله تاني. ممكن كمان شويه. ممكن بكره. مفيش مشكله. لكن في حسم، لما هبدا ابدا. وانفذ انفذ. ويكون في اتقان. التخطيط الجيد ده بينقلني لمرحله ثالثه افضل اللي هي مساله المتابعه. المتابعه المستمره معايا ان انا فعلا الحاجه اللي ما تمتهاش هتمها بعد كده، بس هي هتخلص. وببدا ارتب المربعات اللي هم قالوا لنا عليها في علوم النفس والعلوم الانسانيه. ايه الشيء المهم جدا والعاجل جدا؟ والشيء المهم لكن مش عاجل؟ وايه الشيء العاجل لكن مش مهم؟ وايه الشيء اللي هو لو مهم ولا عاجل؟ انا ببدا ارتب اولوياتي، وده رقم ثلاثه. من عند رقم واحد مراقبة، رقم اثنين تخطيط بليونة بمرونة بحسم بحزم، بعد كده في عندي مع التخطيط في متابعة، وبعد كده بيكون في ان هو الإنسان لما بيمشي بهذه الصلة الطيبة في الحياة بيوصل لمرحلة تانية أعلى، وهو التركيز على الشيء بشكل متقن. وبعدين بلاحظ ان انا ما اعملش حاجتين في وقت واحد عشان ما اشتتش نفسي. وبلاحظ كمان ان انا اجيد مسألة المتابعة لنفسي وحسن الإدارة للذات بالتفاؤل الجيد. بس الست يا دكتور بتعرف تعمل كذا حاجة في نفس الوقت، ممكن تطبخ، ممكن ترتب البيت وتشوف الولاد، هل ده بيبقى نوع من أنواع التشتيت ولا دي يعني سكيلز كده حلوة عندها، مهارات حلوة هي بتقدر تستفيد منها؟ بالعكس، ده طبعا زي ما حضرتك قلتي تميز ليها. ودي من طبيعة الخطة، وده بيرفعها لدرجة من درجات الرقي، عشان كده بتبقى هي السكن للبيت، عشان كده بيكون هي الام المدرسه الكبيره اللي لو تم اعدادها بيطلع منها الجيل الطيب. كل الحاجات دي موجوده. لكن في نقطه مهمه، هل اللي هي بتركز فيه او بتعمله في اكتر من حاجه، هل هو مهم وعاجل يعني ضروري جدا، ولا ممكن ان انا ممكن اعمل معاه اكتر من حاجه؟ بترجع للجزئيه دي. فهي بترتب هنا الاولويات. ترتيب الاولويات بيخلي الشيء المهم جدا لازم يتقن على اكمل ما يكون، ده ما ينفعش اشرك معاه حاجه اخرى. عشان كده التوجيه القرآني واضح جدا، هو عام لكن أنا أقدر أوصله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. المطلوب إيه؟ وقت التركيز في الشيء اللي مسلط عليه الضوء لازم يكون شيء متقن ومتقن بشكل جيد، عشان أنا هستفيد منه بالثواب وغيري هستفيد منه بالنفع وهتجيب لي أثر طيب.
بنتقل بعد كده لجزئيه ثانيه مهمه جدا، ان هو في هذا التفاعل بوصل لمرحله بتقول ان هو انا عايز استثمر الوقت. استثمره ازاي؟ اللي احنا قلناه في الاول، عيش اللحظه. عيش اللحظه يعني ايه؟ يعني استعد زي ما كان مثلا احد الناس متخصصين وكلنا عارفينه تقريبا بيقول تعيش كل لحظه في عمرك وكانها اخر لحظه في الحياه. بس الكلام ناقص. اخر لحظه في حياتك وبعدها المقابله للحساب. ماذا تقول؟ مش بس مساله موت، في حساب. عشان كده بندي سؤال بيبقى صادم جدا جدا لينا ولكل الناس. لو عرفت اللي هتموت فعلا بعد دقائق هتعمل ايه؟ او بعد ساعات او بعد ايام هتعمل ايه؟ هتعيد ترتيب الاولويات. تقول له انتبه بقى، يبقى انت كده مش ماشي صح. الفرق ما بيننا وبين اللي كان عندهم بركه زمان اللي هم السلف، كان ايه الفرق؟ ان هو بيعيش عمره وهو مستعد للقاء الله والحساب في نفس اللحظه. وبالتالي اقول له هتموت بعد ساعه ما تفرقش معاه، ما بيغيرش حاجه في نظام حياته. لو هتموت بعد دقيقه برضه ما بيغيرش حاجه. لكن احنا للاسف الشديد علشان المفاهيم رقم واحد، علشان الاداره للذات رقم اثنين، عشان التاثير الايحائي السلبي اللي احنا بنقبله، وبسلم عفوا دماغي للناس وسائل مختلفه جدا جدا مش اعلاميه بس، بتقدر انها تبث حاجات معينه وانا بقبل. لما اقبل بوست معين، لما اقبل كذا، لما اقبل كذا برنامج، الحاجات دي بقبلها وخلاص، انا بسلم وداني وبسلم نفسي وغيري بيلعب فيها صح التعبير عفوا في اللفظ، عشان اوصل لمرحله ان انا بقيت مش انا، ومين اللي بيديرني؟ وبالتالي لما تجي لي الصدمه انت المسؤول. اقول له لحظه ممكن تديني وقت؟ طب انا هراجع، طب الحاجه دي كنت بعملها دي مش مهم ممكن اركنها، طب مفيش وقت. طيب هو احنا بنلاحظ ان الطلبه بيعملوا حاجه مشابهه للي حضرتك بتتكلم عنه ده في وقت الامتحانات بالذات، ان هو بينظم وقته. انا عندي وقت للنوم، عندي وقت للعبادات، عندي وقت للاكل والشرب ووقت للمذاكره، فبالتالي بيبقى خلاص هو عنده مفهوم تنظيم الوقت بشكل من الاشكال. لكن بالنسبه للاجازه بيضيع موضوع التنظيم ده خالص بقى. فاحنا نقدر نقول ازاي لابنائنا الطلبه بالاخص انهم يقدروا يستفيدوا ازاي من فتره الاجازه الصيفيه اللي هم موجودين فيها؟ يوظفوا وقتهم ازاي فيها؟ رقم واحد محتاج مساله ان هو يراجع المفاهيم الاولى دي، يعني انا عايز اعمل ايه في الاجازه؟ مفهوم الاجازه عندي ايه؟ المطلوب بعد الاجازه؟ موضوع الهدف اللي قدامي، موضوع التخطيط. طبعا الكلام ده كله محتاج شرح طويل بس انا بختصر عشان الوقت. فهو لما يرجع يقعد مع بعض مع نفسه شويه او يقعد مع حد متخصص ممكن يقول له تعمل ايه؟ تعمل ايه ازاي؟ يبقى رقم واحد انا عايز اعرف يعني ايه اجازه؟ هل الاجازه هي المتعه؟ هي النوم؟ هي الكلمه الصعبه جدا ما اقدرش اقولها مع الشباب اللي يقعد سهران طول الليل وبعدين يجي الصبح ما يصحاش ولا ظهر ولا عصر؟ هنا بيفقد جزء كبير جدا من هو التوافق مع الكون. بيقوم في تنافر، هو نفسه من داخله بيحس ان هو مش متزن، مش سوي. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يصحي ستنا فاطمه يقول لها قومي فاشهدي رزق ربك في وقت الصبح البكور، وبعدين يدعو للامه الاسلاميه اللهم بارك لامتي في بكورها وانا نايم. طب فين؟ الملائكه نزلت يتقابلوا مع بعض وانا نايم. طلعت العصر وانا ما زلت نايم، يبقى التوافق مع الكون للاسف صفر. فهو مش فاهم معنى الاجازه، مش فاهم معنى الوقت، مش فاهم معنى الحياه، الحاجات دي محتاج يقف معاها. هو طبعا لما يسمع الكلام ده واغلب الشباب بيسمعوا بيقول الكلام ده كلام نظري جدا جدا وكلام غير واقعي وانا حر اعمل اللي انا عايزه. النتيجه ان ده بيأثر عليه سلبا فيما بعد، هو اتعود على ده. يجي يبدا الاجازه يبدا الدراسه يبداها بصعوبه شديده. يجي بعد كده بيلاقي نفسه هو اتعود بعد 21 يوم بقى عنده ذاكره جسديه اسمها ان انا انام براحتي. عشان كده لحد النهارده انا اعرف الشباب الى الان مش عارفين يعدلوا نظامهم اليومي بعد ما كان عايش في رمضان بشكل سلبي. وبالتالي هو كمان بيزود بالتسويف ومعنى الاجازه. رقم اثنين ينتقل لمساله الهدف. هل انت في حاجه معينه عايز تعملها؟ في حاجه بتحبها جدا وبتسمي لك؟ في حاجه اللي انت بتحبها دي تقدر تجيدها وتتقنها؟ والحاجه اللي بتحبها وتجيدها وتتقنها تقدر تعملها بشكل فيه ثواب ليك او فيه رضا لله سبحانه وتعالى وبشكل انت تستفيد منه وبشكل الناس يستفيدوا منه في حياتك وبعد موتك ولا لا؟ لو جاوبت على الخمسه دول هيظهر لك الهدف. ومن هنا انا بعرف احط استراتيجيه للهدف بسيطه جدا. طب ايه الخطوه اللي اعملها الاولى؟ عايز انظم الهدف وعايز احققه، ابدا من عند الهدف مش من عندي انا. يعني انا عايز اعمل ايه؟ المفروض دلوقتي انا عايز انظم وقتي بشكل طبيعي. خلاص انا عندي كام حاجه في حياتي؟ رقم واحد الجانب الروحاني. هو علاقتي بربنا شكلها ايه؟ وانا النهارده قلت كام تسبيحه؟ قلت كام ذكر؟ قلت ولا ما قلتش؟ قريت ايه ولا ما قريتش؟ اي حتى لو صوره عارفها، مش لازم امسك المصحف واقعد واتوضى عشان ده بيعمل لي نوع من انواع الربكه والرفض. لا قولها حتى شكلها. اسمح لي يعني حضرتك قلت نقطه انك تبدا من الهدف، طب ما ممكن في شخص يبقى الهدف عنده هو تنظيم الوقت بس مش عارف انظم وقتي في ايه؟ وعشان كده بقول له نظم. اعرف ان تنظيم الهدف
وكمان تنظيم الوقت بيرجع ليه؟ اعرف الجوانب بتاعتك. رقم واحد الجانب الروحاني، رقم اتنين الجانب الصحي، رقم ثلاثة الشخصية بتاعتك، رقم أربعة علاقتك بأقرب ناس ليك، رقم خمسة علاقتك بكل الناس والمحيطين بيك وجميع المخلوقات، رقم ستة ما يتعلق بمهنتك في الحياة، تقدمك في الناحية العملية، رقم سبعة ما يتعلق بالناحية المالية، أخبارك إيه في المال، بتجيبه إزاي، تصرفه إزاي، رقم ثمانية ما يتعلق بالترفيه والسعادة الداخلية. كل الجوانب دي محتاج إن هو يقف مع نفسه في كل واحدة فيها ويعرف إيه هدفه فيها. الكلام ده جسده العالم الجليل الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه لما كانوا بيسالوه عن طبيعه يوم، وانا من عشاقه الحقيقه زي ملايين من الناس. قال لك انا بصحى الساعه 4 الفجر، بصلي الفجر الناس نايمه، بقوم افطر عادي جدا برضو الناس نايمه، بيقرا حوالي من ساعه ونص لساعتين ولسه الناس نايمه، بيقوم يلعب رياضه من برضو يعني 30 دقيقه الى 60 دقيقه، وبعد كده بيبتدي يتواصل مع الناس. قال لك المشكلة أنا نص الناس اللي بكلمهم برضو بلاقيهم نايمين. بعد كده بيجري على طول طبعا على الشغل، لو عنده محاضرة، عنده لقاء، عنده تصوير، عنده أي حاجة بيخلص شغله، بيرجع يتواصل مع أسرته، بعد كده بيتغدى، بيقعد يقرأ ساعات طويلة جدا جدا، جانب ترفيهي، جانب أسري طبعا أكيد بيبقى في خلال اليوم، وطبعا مع أكيد مع وقت العبادات. هل الترجمة دي احنا فعلا ممكن نقدر نقوم بيها يا دكتور؟ والسلاح بتاعنا اللي نقدر نستغله عشان نبسط الامور كده، يعني انا اقوم من النوم الصبح كده اكتب انا عايز اعمل ايه، 1 2 3 4، ولو في نقطة وقعت مني ما اتضايقش، ما احسش ان انا فشلت. هل هو ده السلاح وخلاصة الكلام اللي نقدر نعدل بيها تفاصيل كل دقيقة في اليوم ونستغلها بجد؟ كل ده كوسائل بدائية يعني كبدايه ليا اقدر ابدا بيها، لكن بعد ما بخوض في الكلام ده بحس ان انا بدات انجز وبدات احس بمعنى ان في اصحى بدري، معنى ان انا اشوف طلوع النهار، معنى ان انا اتواصل مع الكون بشكل ان انا فعلا بعمل طاعه لله سبحانه وتعالى، او ان انا بعمل حاجه ايجابيه، او ان انا شغل. لو انا ما اقدرش اتحكم في وقتي، ان طبعا لو انا عندي ميعاد شغل معين دكتور ابراهيم او غيره ممكن يكون وقته ملكه هو يقدر يدي القرار يستمر او لا يوقف امتى، لكن انا كشغل ممكن استغله ان انا حتى طلوع السلم ممكن اقول فيه ذكر معين، ممكن افكر فيه فكره معينه، ممكن اقول انا هعمل ايه جديد النهارده، ايه الجديد اللي هعمله، ايه الجديد اللي هيخليني اعمل زي اصحاب اليمين اللي هم بيقولوا يوم القيامه هقوم اقراوا كتابي فرحانين وعندهم فخر. ايه الشيء اللي بعمله فخر، ايه الشيء اللي بعمله يسيب اثر في الحياه، عشان نقول كان هنا وذاك والاثر. كل الاسئله دي لو بدا المستمع او المشاهد ياخدها بشكل طيب ان هو ممكن يقدر وهو فعلا يقدر، هيبدا كل يوم يتقدم، وكل ساعة ممكن تكون عنده درجة من درجات الارتقاء. ما يسيبش نفسه للآخرين، لأن الآخرين مهما كان حياتهم كل واحد له عالمه الخاص بيه. فبالفعل هو بيبدأ بالبداية يصحح المفاهيم اللي عنده، ويبدأ بعد كده يحط أهداف بسيطة يعمل ليها تخطيط جيد، يعرف يوصل لها إمتى وإزاي وفي وقت قد إيه، يبدأ بالمتابعة، يبدأ بالمراقبة، يبدأ بالمحاسبة، إن هو يبدأ محاسبة بسيطة، السلبيات يركنها يعرفها مش هيكررها، الإيجابيات يركز عليها، يطمن نفسه، يثق في القدرات اللي ربنا اداها له، يثق في العلم اللي ربنا اداه له، في النعم اللي موجوده عنده، ويبدا ان هو يخطو للامام ويلاحظ نفسه ان هو فعلا بيتقدم. يوم بعد يوم هيحس بهذا الاستقرار، والنتيجه هتبقى ان هو عنده عزيمه فعلا يستمر عليه. طيب دكتور ايمن، يعني احنا بصراحه بنشكرك على كميه المعلومات اللي قدمتها، بالتاكيد هي روشته لكل اللي بيحاول يعمل على تنظيم الوقت بتاعه. دكتور ايمن ابو الفتوح الباحث في العلوم الشرعيه والانسانيه، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. فقره مهمه جدا، اتمنى فعلا اننا نكون استفدنا منها، والعقل بيتغذى بالميه والاكسجين والنيتروجين، لو غذينا العقل وغذينا الجسم بالاكل الكويس والنوم الكويس وغذينا الروح بالعبادات، اكيد هنعرف نستغل كل حاجه، لان احنا استغلينا كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، ومش هيبقى ابدا صعب علينا ان احنا نستغل وقتنا، ويا رب كل لحظه بنقضيها تكون مليانه خير وحب وسعاده وتفاؤل، ونبعد شويه عن القلق من المستقبل والندم على الماضي، وخلينا نعيش اللحظه بطاعه كلها مودة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى. خليكم معانا لسه مكملين فقراتنا، ولكن بعد الفاصل.